يا ريت لو تحدثونا عن الفرقة دي وتأسيسها وكيف ونتونس فيها وطريقة سيرة كيف خط سيرة كيف. تكلم انا ولا تفضل تكلم. فرقة واحد الطرب الأصيل هي جاءت صدفة، ويرجع الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى إلى أخونا خالد عثمان عازف الساكس الموسيقار. هو بيعرف أيمن، وأيمن كان طبعا برا الرياض وجا الرياض شبه حديث. فأيمن صادف أخونا خالد وقال له يا أخي أنا ببحث عن حاجة جديدة، يعني الشيء النمطي دي شيء مختلف ملاه. نعم، يعني بمعنى صح عايز فنان عنده أعمال خاصة أو فنانين. فخالد قال له والله يا أخي في أخونا عز الدين آدم علي الشهير بأوباما، أنا بعرفك، الراجل ده عنده عدد كبير من الأعمال الخاصة ومصر أنه لازم يقدم حاجات دي وقال يطلع من النمطية. فكان أول لقاء التقينا في منزل أخونا فيصل إبراهيم محمد اللي هو شهير بكونغا، وأنا يعني من المفترض كنت أعتذر لهم قبل ما أنا أبدأ في الحديث أنه طبعا لظروف خارجة عن إرادتنا كلنا كان الفرقة كلها كان ممكن تكون معنا، ولكن طبعا الظروف اللي انتم عارفينها فحتمت علينا انه احنا الثلاثه نكون موجودين هنا. فتكونت الفرقه بدون مسمى،